في على هاشتاج البرنامج يقول ابو بدر سال خالد القحطاني: هل كان غياب البيشي مؤثر؟ وهل خروج كورنادو والبقاء على فهد المولد اللي اهدر فرصتين محققه امر صحيح؟ واسال الكابتن سلطان عن مستوى كمارا. طيب خالد القحطاني. اتفق تماما، هذه واحده من عوامل تاثر الاتحاد، غياب البيشي واستبدال ايغور كورنادو في هذا التوقيت. طيب وخروج طبعا وابقاء على فهد المولد اللي اهدر فرصتين محققه هل هو امر صحيح؟ هو على حساب كورنادو كان ابدا امر غير صحيح، كان المفروض انه في هذا التوقيت تحديدا كورنادو هو كان الوحيد اللي ممكن يجعل المهاجمين يواجهون المرمى تحديدا بعد تراجع التعاون، لانه كان تبديل غريب للامانه. طب خليني اسالك انت عن كمارا، ايش رايك في كمارا اليوم؟ الى حد ما مباراه النصر كانت جيده، لكن اليوم ما كان يقدم اضافه، تقريبا هو دخل في الدقيقه 52 لانه طوال هذا الوقت ما كان ممكن يقدم اضافه تحديدا على مستوى التحولات، لان فقدان العبود على سبيل الاصابه في نفس توقيت فقدان البيشي وبدر له تركات كثيره على الاتحاد، فكان ينتظر من كمارا وان كان يوظف احيانا في بعيدا عن مكانه ان يعوض هذا المكان، فلا هو ولا فهد المولد كانوا قادرين يعوضون هذا المكان.